صباح الخيرات، يسعد صباحكم يا هلا. يعني اليوم هيك حبينا تطل معنا عبر اتصال هاتفي. اليوم صار في تغيير جذري لكل المحافظات تقريبا السوريه، وعم تشهد امطار كثير غزيره وعواصف رعديه. تخبرنا اليوم استاذ حسان شو هي قد ايه حيضل هذا المنخفض، وعن الامطار الموجوده ضمن المحافظات. هلا بدايه صباح الخير من جديد لكم. صباح الامطار، صباح النور والخير بالله تعالى. التطرف الطقسي صار كثير واضح بالنسبه بالفتره الاخيره، بالاونه الاخيره بمختلف المناطق. الهطولات صرنا عم نشاهدها بحزيران، والموجات الحر كانت موجوده بنهايه فصل الربيع. هلا هذا المنخفض نحن ذكرناه بنشراتنا السابقه وبالبوستات اللي نشرناها عبر صفحه المديريه العامه للارصاد الشتويه. حاله عدم الاستقرار بدها تتاثر فيها المنطقه يوم الثلاث، بتبلش من ليله امبارح، وفترة الزمنية مدتها قصيرة جدا. اليوم المساء الأجواء بترجع بتستقر بشكل تدريجي. حالة عدم استقرار ناتجة عن منخفض جوي ممتد بكافة طبقات الجو، يؤدي إلى هطولات مطرية تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد في بعض الأحيان، خاصة بالمنطقة الساحلية والمرتفعات الساحلية. فرصة الهطول المطري رح تكون موجودة بقوة بالمناطق الجنوبية الغربية، بالساحل السوري، المرتفعات الساحلية، المناطق الجبلية، المناطق الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى. وبلشت فعلا الهطولات المطرية والعواصف الرعدية بعد منتصف ليلة امبارح، وأدت إلى هطولات كانت غزيرة بأجزاء كبيرة من الساحل السوري وصولا إلى أجزاء من المنطقة الوسطى، ترافقت بالعواصف الرعدية وحبات البرد تحديدا بالمرتفعات الساحلية. هلا في انخفاض واضح بدرجات الحرارة، حتى تكون الحرارات أدنى من معدلاتها بقليل بمختلف المناطق والمدن السوريه. اما خلال ساعات الليل رح تبلش الاجواء تميل للاستقرار، وتكون الاجواء لطيفه نوعا ما ومائله للبروده في بعض الاحيان، خاصه بعد ساعات منتصف ليله اليوم تحديدا بالمرتفعات الجبليه. فهي عم تكون غربيه الى جنوبيه غربيه بين خفيفه والمعتدله، مع هبات نشطه تتجاوز سرعه الهبات احيانا 70 كيلو متر بالساعه، خاصه بالمنطقه الوسطى والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. هلا بالنسبه للحاله الجويه اللي احنا عم نشهدها رح تغادرنا خلال ساعات المساء، ولكن هناك بعض التحذيرات اللي بنوجهها للاخوه المواطنين. اولا نحذر من تشكل السيول تحديدا بالمرتفعات الساحليه والمنطقه الساحليه تحديدا بسبب غزاره الهطول المطري. السيول ممكن تتشكل بالوديان، بالمنحدرات، بالمناطق المنخفضه، ضمن الاماكن اللي ذكرتها، بالاضافه الى تدني مستوى الرؤيه الافقيه بسبب الاجواء السليميه اللي بتظل مستمره معنا بالمناطق الشرقيه والباديه السوريه. اما درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق اليوم 31/20، القنيطره 26/17، القلمون المرتفعات الجبليه 25/16، درعا 30/16، السويداء 26/15، حمص 26/19، حماة 29/20، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 26/22، بالشمال حلب وإدلب 28/20، الحشقه 34/23، 23 دير الزور، المنطقه الشرقيه 35/26، الرقه 32/25، واخيرا بالباديه السوريه مدينه تدمر 31/23. نعم، شكرا لك استاذ حسان جردي. قبل ما نختم مع حضرتك، كم يوم رح يستمر هذا المنخفض بالعموم؟ هلا لليوم المساء تحديدا فقط، بعدين من خلال ساعات المساء بتتحول الاجواء بتكون لطيفه وبتبين الاستقرار بالنسبه للطقس. ممكن تكون اجواء مائله للبروده بالمرتفعات الجبليه تحديدا او بالمرتفعات الساحليه. منها بكره راح تكون درجات الحراره تبلش تميل للارتفاع بشكل تدريجي، وبتكون الاجواء بين الصحراء والغائمه جزئيا. تستمر الاجواء السلميه بالمناطق الشرقيه والباديه، وضل معنا الاستمرار بالنسبه للطقس حتى يوم الاربعاء القادم. راح يكون في حاله عدم استقرار خفيفه تؤدي لهطولات مطريه، لربما تكون على شكل زخات خفيفه من المطر بالساحل السوري.